بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، إن شاء الله نكمل مع بعض حل النماذج اللي موجودة في كتاب كراسة المعاصر، الجزء الخاص بالامتحانات. فكنا حلينا محافظة الدقهلية ومحافظة القاهرة، وإن شاء الله نكمل مع بعض النماذج. هنبدأ بالنموذج الأول صفحة 84. طبعا هنراعي الجزء المحذوف طبعا علشان الظروف اللي كانت بتمر بها البلاد والبلاد بتمر بها، ربنا يسترها ان شاء الله. هنبدأ. قبل ما نبدأ ما تنساش، ان كنت بتشوف الفيديو لاول مرة ما تنساش تعمل لايك وشير، وان كنتش مشترك في القناة اشترك في القناة لكي يصلك كل جديد. السؤال الاول بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة اذا كان الف ب المتجه ألف ب 3 س زائد 3 ص و ب ج يساوي ص. طيب دول مكتوبين الوقت بالصورة الإحداثية، عاوزين نحولهم للصورة الإحداثية. هم مكتوبين بالصورة س و ص اهم، بدلالة س و ص اخد السينات اعمله المركبة الاولى او المسقط الاول، والتلاتة دي 3 و 3، و ب ج بيه جيم المتجه بيه جيم مفيش سينات لكن الصادات تعتبر واحد. طب احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نجيب الف جيم، عايزين نجيب الف جيم. طب احنا عايزين نجيب الف جيم. طيب دي هنا الف ب وهنا بيه جيم، احنا عايزين نجيب الف جيم. طيب نيجي نشوف احنا هنجيب الف جيم ازاي. احنا عارفين ان الف ب ما هو الا ب ج ب ناقص ألف، وممكن تقول ب ج بيساوي ج ناقص ألف. بس أنا بستخدم دول إمتى؟ بستخدم دول في حالة ما يكون عاطيلي النقطة ألف والنقطة ب والنقطة ج ويطلب مني حاجة. لكن هو واضح إن هو بيقول لي لو دينا متجه بهذا الشكل أهو، ده ألف ب ج، يبقى أنا دلوقتي عندي ألف ب ثم ب ج ثم احنا عايزين نجيب ألف ج. يبقى اذا في طبقا لقاعدة المثلث يبقى احنا نقدر نجيب ألف ج. طب ألف ج ده هيساوي ايه؟ ألف ج هو عبارة عن مجموع ألف ب زائد ب ج. وعرفنا ازاي نجمع اذا كانت النهاية زائد متجه بدايته ب وهنا ب، يبقى النتيجة هي ألف ب. شرحتها هنا في حصة المتجهات. يعني هيساوي ايه؟ يعني مع نجمع الازواج المرتبة المناظرة، يبقى عبارة عن 3 و 4. اذا عايزين ايه دلوقتي؟ عايزين المعيار. احنا عايزين المعيار ألف جيم. طب معيار ألف جيم عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجذر التربيعي، عبارة عن الجذر التربيعي لمين؟ مربع المسقط الاول مربع المسقط الثاني، يعني 3 تربيع ب 9، 4 تربيع بكام؟ ب 16، يعني بيساوي جذر كام؟ 25، يعني هيساوي كام؟ 5. يبقى احنا نختار الاجابة د. طيب نيجي نشوف السؤال 2. بيقول لي قطعة راكب دراجة مسافة 5 متر من نقطة ثابتة واو، من نقطة ثابتة واو. السؤال الثاني في اتجاه الشمال نحو الشرق، في اتجاه الشمال ثم 12 متر نحو الشرق، فإن المسافة المقطوعة خلال الرحلة كلها. طيب دي مسافة وليست إزاحة، طالما مسافة يبقى احنا هنجمع المسافات الفعلية. يعني إذا 5 زائد 12، 5 زائد 12 يعني مثلا طبعا دي مسافة وليست إزاحة. هو لو مشى مثلا 5 في اتجاه، هو بيقول 5 في اتجاه الشمال و 12 في اتجاه الشرق. طيب يعني مثلا 12 هو مشى هنا كده 5 شمال وثم 12 في اتجاه الشرق، يبقى احنا عايزين نجيب المسافة. يبقى المسافة هي لو كان دي ألف ب ودي جيم، يبقى المسافة عبارة عن ألف ب زائد ايه؟ زائد ألف جيم. يبقى اذا مجموعهم مع بعض يدي كام؟ يدي 17. اما الإزاحة كنا جبنا ألف جيم. طيب يبقى المسافة اللي هو عايزها يدي كام؟ يدي 17. شوف السؤال اللي بعده. السؤال 3 بيقول لي إذا كانت مصفوفة بتساوي مصفوفة بهذا الشكل، فهو عايزين سين وصاد بكام؟ عايزين سين وصاد.
طيب طالما عندي تساوي مصفوفتين يبقى كل عنصر يساوي نظيره في المصفوفة المقابلة، يبقى س بتساوي كام؟ أنا دلوقتي في السؤال جيم 3 في النموذج الأول، يبقى إذن عبارة عن السين هتساوي سالب 3 والسين صاد السين صاد هتساوي سالب 15، هتساوي سالب 15. طيب لو عوضنا عن السين بسالب 3 يبقى سالب 3 صاد يساوي سالب 15، فالسالب هتروح مع السالب نقسم على 3 كمان، إذن الصاد بتساوي موجب ايه؟ 5. يبقى جبنا السين اهي وجبنا الصاد، هو عاوز ايه؟ الزوج المرتب سين وصاد، يبقى إذن الزوج المرتب سين وصاد هيساوي نعوض عن السين سالب 3 وعن الصاد ب5، يبقى هو ده الزوج المرتب اللي احنا عايزينه، يبقى إذن الإجابة نمرة ايه؟ ألف. يبقى الإجابة نمرة ألف. طيب نيجي نشوف في السؤال الرابع، السؤال الرابع جايب لي في الرسمة اللي قدامنا دي جايب لي معيار القوة 1 بتساوي 6 ومعيار القوة 2 دي بتساوي 4، حيث ان كاف 1 عمودي على كاف 2 فان معيار المحصل. طيب لما نيجي نفسر دي شوية، هرسمها لكم، لما نيجي نفسر دي شوية بهذا الشكل، يبقى دي عندي كده المحاور، وهو هنا حاطط هنا كاف 1 بهذا الشكل وحاطط كاف 2 هنا، ماشي، قايل لي ان المعيار كاف 1 ده ب6، ده كده ب6، ده 6 وكاف 2 ب4 وكاف 2 ب4 بهذا الشكل، فاحنا عايزين المحصلة علما بان الزاوية هنا كام قائم. قال لك تعالى عشان ممكن تقفلها كمتوازي اضلاع حيث ان في زاوية قائمة، يبقى اذا بقى مستطيل، او تعالى ننقل دي موازية لنفسه، تعالى ناخد دي القوة دي موازية لنفسه، فما ننقلها موازية لنفسه بهذا ايه الشكل، هننقلها موازية لنفسه فهتيجي بهذا الشكل لما احنا ايه نكملها بهذا الشكل، يبقى اصبح دي مثلث القائم الزاوية دي، والاربعة جت هنا اصبح دي مثلث قائم، وده ضلع قائمة 4 وده ضلع ايه قايمه 6، يبقى احنا عاوزين نجيب هذا الضلع اللي هو يمثل المحصله، طبعا نقدر نجيبها من فيثاغورس ان مربع ح تربيع يساوي 4 تربيع زائد ايه 6 تربيع، يعني هتساوي 16 زائد 6 وايه و30، يعني هتساوي 6 و6 12 و2 وايه و50، يبقى اذا الحا بجذر 2 وايه جذر 52، يعني ايه هتطلع نقول بتساوي كام، نعمل بآلة حاسبة، انت هتطلعها بآلة حاسبة، يعني عبارة عن مثلا 4 ضرب 13، متأكد 3 في 4 ب 12، 2 معنا 1، 1 في 4 ب 4 و 1 5، طب الأربعة تطلع من تحت الجذر بكام؟ تطلع ب 2، يبقى 2 جذر كام؟ 13، 2 جذر 13، يبقى الإجابة بتاعتي نمرة ج. شوف السؤال اللي بعده، السؤال الخامس بيقول لي، السؤال الخامس بيقول لي د منتصف ب ج و ه، د منتصف ب ج و ه، هنا منتصف ا د ه منتصف ا د، فان ا ب زائد ا ج. طيب احنا واخدنا قبل كده وشرحتنا اللي ايه في احد الفيديوهات السابقة اللي هي قاعدة متوازي الاضلاع، يبقى شرط اساسي، شرط اساسي ان يكون طالع هنا ألف ب، يبقى أعمل السهم ألف ب، وهنا ألف جيم يكون السهمين خارجين من نقطة، يبقى إذن هيساوي إيه؟ يساوي ضعف المتوسط بهذا الشكل. طيب هو عاوز يجيب ألف ب زائد ألف جيم، طب نقول له ما احنا عارفين إن ألف ب زائد ألف جيم طبقا لقاعدة متوازي الأضلاع بتساوي مين؟ 2 ألف دال، بتساوي 2 ألف دال ده كله، بتساوي 2 ألف دال ده كله. طيب ه في المنتصف، ه في المنتصف، يعني هنسيب الاتنين دي زي ما هي، ايه علاقة ألف دال به دال؟ لاحظ على نفس الاتجاه، لازم نفس الاتجاه، يعني بتساوي هنشيل ألف دال ده كله ونحط اتنين ه دال، يبقى بتساوي اتنين ه دال، تمام. طب اتنين ه دال لو مسكنا المثلث به ه جيم برضو دي متوسط فيه، يبقى إذن ه به زائد ه ج، يعني هتساوي 2، هنشيل ه د دي ونحط مكانها ايه ه ب زائد ه ج، يعني نشوفها في الاختيارات، طب نضرب الاثنين ديت في ه ب، يعني بتساوي 2 ه ب
زائد 2 ه ج زائد 2 ه ج يبقى عبارة عن 2 ه ب زائد 2 ه ج، يبقى الإجابة نمرة د. طيب نيجي نشوف السؤال 6، بيقول لي من قمة منارة ارتفاعها 80 عن سطح البحر قيس زاوية انخفاض. طيب لهدف ثابت على سطح البحر فكانت 80، يبقى هنا عندي ادي منارة بهذا الشكل، وفي هنا شخص بيقيس زاوية انخفاض، يبقى هنا في عين شخص كده بيقيس، ويبقى لازم في شعاع افقي يطلع افقي موازي لمحور لقاعدة ايه لقاعدة الايه المنارة بهذا الشكل. طب هو بيقيس زاوية انخفاض يعني باصص لتحت، يبقى في شعاع افقي وفي شعاع ايه اللي رايح للمرصود، ده اسمه الراصد زي ما احنا عارفين قبل كده، وقدام الجسم الايه المرصود، ده يسمى الجسم المرصود. فوجدت ان زاوية الانخفاض اللي هتبقى محصورة بين الشعاع الافقي وبين الشعاع اللي رايح للمرصود، يعني الزاوية دي 80، فان بعد الهدف عن المنارة، يبقى عايزين البعد ده، عايزين المسافة دي. طيب عادي نحلها ازاي؟ سهلة مفيش فيها حاجة. نيجي نحل نقول احنا عايزين المسافة دي، لو كان دي الف وده باء وده جيم هنقول له دي افقي بيوازي سطح المستوى الافقي بتاع الارض، يبقى الزاوية دي بتساوي دي بالتبادل، يبقى الزاوية دي كام؟ 80 درجة. طب احنا عايزين ايه الوقت؟ احنا عايزين فان بعد الهدف عن قمة المنارة. طب المنارة دي عطاها لي كام؟ المنارة دي عطاها لي 80 متر، يبقى عطيلي دي 80 متر تمام، وعطيلي كمان ان الزاوية دي 80، طب دي هتساوي دي بالتبادل، اذا نقدر نجيب هذا البعد الف باء ازاي؟ بمعلومية هذه الزاوية نقدر نجيب بالظا، يعني نقدر نقول ان زا 80 بتساوي المقابل اللي هي 80 على الف باء اللي هو البعد، يعني اذا الف باء هيساوي 80 على زا 80، بقالة حاسبة تعملها هتطلع معاك نمرة دال. طيب نيجي نشوف السؤال 7. السؤال 7 معادلة المستقيم المر بنقطة تقاطع لا ملغي، إذا كانت ب المصفوفة ب فإن المصفوفة ألف برضو ملغي. السؤال 9 نحله عادي، المستقيم 2 س ناقص 3 ص ناقص 6 يساوي 0 يقطع من الجزء السالب لمحور الصداد جزءا طوله كام وحده؟ احنا عاوزين نجيب نقطه تقاطعه مع محور ايه؟ مع محور ايه؟ الصداد. طيب طالما مع محور الصداد اي طالب ممكن يحلها بقانون من ثالثه اعدادي، احنا كنا عارفين نقدر نجيب الجزء المقطوع من محور الصداد، طبعا هيساوي ايه القيمه المطلقه للسالب 6 على معامل س، يعني هتطلع 6 على 2 ماشي. طالب تاني حلها ازاي؟ يضع السينات بصفر، لما تضع السينات بصفر هنا كده بصفر يبقى دي مش موجوده، يبقى في الحاله دي سالب 3 س هتتنقل دي الجهه الثانيه باشاره مخالفه سالب 6 يبقى موجب 6. طيب بنقسم على سالب 3 في الطرفين، يبقى اذا سالب 3 على ايه؟ سالب 6 على 3 تدي 2، سالب احنا قلنا نحط ال 2 س دي بصفر، يبقى اذا سالب 3 ص ناقص 6 هتتنقل ال 6 الجهه الثانيه باشاره مخالفه. طيب نحل، نيجي نشوف، بيقول لي 2 س ناقص 3 ص ناقص 6 يساوي 0. طيب في الحاله دي لو احنا جينا اسهل طريقه خالص، لو احنا جينا 2 س ناقص 3 ص هننقل ال 6 دي الجهه الثانيه باشاره مخالفه، تعالى بقى نقسم على الستة، تعالى نقسم على الستة، يعني تبقى ايه؟ يعني تبقى 2 س على 6 ناقص ايه؟ ناقص 3 ص على الستة، ده طريقة تانية، يساوي ايه؟ 1، يساوي 1. إذا ما نشيل دي مع دي يبقى أصبحت س على 3 ايه؟ زائد، عشان عاوزين الإشارة تيجي تبقى في المقام، يبقى نقسم على 3 على 3 يتدي ص على سالب 2 يساوي كام؟ يساوي 1. يبقى إذا الجزء المقطوع من محور السينات هو 3، والجزء المقطوع من محور الصادات هو سالب 2. سالب 2 الإشارة بتدل إن هو في الجهة السالبة، لكن هو لو عايز طول يبقى هو قيمته 2. شوف السؤال اللي بعده. السؤال 10 بيقول لي
السؤال 10 بيقول لي إذا كان المتجه ألف عبارة عن كاف وكاف زائد إيه 3، والمتجه ب باتنين كاف وخمسة كاف ناقص 3، فإن إحدى قيم كاف التي تجعل هذا المتجهين متوازيين. طيب طب نحلها إزاي؟ نكتب هنا قيمة المتجه ألف، المتجه ألف ده بيساوي إيه؟ بيساوي كاف وكاف زائد 3. طيب وعند المتجه ب، المتجه ب بيساوي 2 كاف و5 كاف ناقص 3، فهو عاوز قيمة كاف التي تجعل المتجه ألف يوازي المتجه ب. طيب عرفنا عشان يوازي يبقى إذن نقسم الميل الصادات على السينات، يعني أقول إيه؟ يعني أقول كاف زائد 3 على كاف هيساوي الإحداث الصادي على السيني، يعني هيساوي 5 كاف ناقص 3 على 2 كاف. هنضرب طرفين في وسطين عادي، أو نقدر تشيل الكاف مع الكاف براحتك، أو تعالى خلينا نضرب إيه؟ نضرب طرفين في وسطين، يبقى 2 كاف في كاف ب 2 كاف تربيع زائد 3 في 2 كاف ب 6 كاف يساوي 5 كاف في كاف ب5 كاف تربيع ناقص 3 ايه كاف. تعالى بقى نخلي كاف تربيع اللي في طرف والكاف الواحده في طرف، يبقى اذا دي تيجي مع دي تبقى هنا تختصر معاها، يبقى تبقى هنا 3 كاف تربيع، ال 3 كاف ديت تروح الجهه الثانيه تروح بالموجب، يبقى 9 ايه 9 كاف 9 كاف. في الحاله دي يبقى لو احنا اختصرنا على الكاف، هو ما قاليش هنا الكاف إيه، طيب نقسم على الكاف، يبقى الكاف هتروح مع الكاف، في الحالة دي نقسم على التلاتة، يبقى الكاف بتساوي 9 على ايه على 3، يعني بتساوي موجب ايه 3، يبقى الكاف بتساوي موجب 3، يبقى الإجابة نمرة ايه ألف، يبقى الإجابة نمرة ألف. نيجي نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي إذا كان المتجه ألف، إذا كان ألف متجه عبارة عن ايه، عبارة عن 5 و2، وعند المتجه ب عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 و5، وكان عطيلي معطى، وكان المتجه جيم يساوي طرحهم من بعض ألف ناقص الباء، فإن الصورة القطبية لمين؟ للمتجه جيم، عايزين الصورة القطبية للمتجه جيم. طب نقول له ببساطة احنا هنعوض بس عشان نجيب المتجه جيم الأول، يبقى المتجه جيم بيساوي ألف ناقص باء، يعني 5 ناقص 2 هيدي 3، و2 ناقص 5 هيدي سالب 3، يبقى كده جبنا المتجه ايه؟ جيم. طيب هو عاوز ايه الصورة القطبية؟ احنا عارفين ان عشان اجيب دي تسمى الصورة الاحداثية، يبقى عاوزين نجيب الصورة القطبية، يبقى محتاجين معيار وزاوية، محتاجين معيار وزاوية. طب المعيار بنجيبه ازاي؟ يبقى معيار المتجه ج عبارة عن الجذر التربيعي مربع المركبة الاولى زائد مربع المركبة الثانية، مربع التلاتة 9 ومربع السالب 3 كام؟ 9 برضو، يعني يدي ايه كام؟ 9 و 9 يدي جذر 18، جذر ايه 18، او هيساوي 9 في 2 يعني اذا 3 جذر كام؟ 3 جذر 2، يعني 3 جذر 2. طيب عاوزين نجيب الزاوية سيتا، نقول له ظا سيتا تساوي، ظا سيتا بتساوي المركبة الثانية على دي، يعني بتساوي سالب 3 على 3، يعني هتساوي سالب 1، يعني هتساوي سالب ايه 1، يبقى في الحالة دي يبقى اذا السيتا هتساوي كام؟ السيتا هتساوي ظا كام بسالب 1، يبقى عندي هنا ال 135. طب ال 135 دي زاوية منفرجة، طيب تعالى نشوفها، يعني الزاوية السالبة الظا سالبة فين وفين؟ الزاوية الظا سالبة في الثاني وسالبة في الرابع، تمام؟ يبقى إذا لو هي هنا كده يبقى هنا 135 في هذا الشكل، وممكن تكون إن هي في الرابع، يعني إيه في الرابع؟ يعني إذا كأنها سالب 45، يعني متقاسة من تحت إيه 45 مع عارب الساعة، يعني ممكن نقول 360 نطرح منهم 45 يساوي 315، يبقى إذا المتجه ج في الصورة القطبية عبارة عن إيه؟ عبارة عن المعيار، جبنا المعيار ب 3 جذر 2 و 315، ماشي 315. طب هو جايبها كلها هنا بدلاله باي، يبقى احنا عاوزين نحول ال 315، عاوزين نحول ال 315 دي، يعني ناخد ال 315 نضربها في
باي ونقسم على المية وايه وتمانين نختصر دي يبقى هتساوي بقى لحسبة 3 جذر 2 وهتطلع 7 باي على 4 7 باي على 4 يبقى احنا كده جبنا له المتجه جيم في الصورة القطبية. لازم يكون في معيار وزاوية شوف السؤال اللي بعده بيقول لي السؤال 12 ملغي السؤال 13 بيقول لي اوجد قيمة الف التي تجعل هذا المحدد يساوي 0. طيب يبقى انا عاوز افك المحدد. طب احنا عارفين ان انا اقدر افك المحدد ازاي؟ بيساوي طبقا للاشارات موجب سالب موجب يعني نقول له 1 فيه نلغي صف نلغي عمود يبقى كده كام؟ سالب 2 ناقص 4 يبقى سالب 2 ناقص سالب 2 الف ناقص 4 سالب 2 الف ناقص 4. طيب سالب 2 تبقى الإشارة والبتاع القاعدة نلغي صف بتاع الاثنين ونلغي عمود يبقى نضرب هنا كام؟ 3 في سالب 2 بسالب 6 ايه ناقص ناقص يعني هتبقى زائد ايه 1. طيب هنا سالب 1 بنكتب عادي تبقى إشارتها موجب نلغي صفها ونلغي عمودها يبقى كده كام؟ 3 في 4 ب 12 ناقص ناقص الف يعني زائد الايه الالف. الكلام ده هو قايل لي ان الكلام ده بساوي ايه 0. خلاص معادلة عادي ونصفها يبقى هنا عبارة عن ايه سالب 2 الف ناقص 4 إيه ده كده سالب 6 زائد 5 يعني سالب موجب 1 يعني سالب 5 يعني هيدي موجب سالب 2 في سالب 5 هيدي موجب ايه 10. هنا في سالب برة هتغير الإشارتين يعني هتدي سالب 12 سالب الف يساوي ايه يساوي 0. طيب في الحالة دي عندي هنا سالب 2 وكمان سالب الف سالب 2 ألف وسالب ألف هيدي سالب 3 إيه ألف سالب 3 إيه ألف. طيب هنا سالب 4 وسالب 12 يدي سالب 16 سالب 16 10 ومع موجب 10 هيدي سالب 6 الكلام ده بيساوي إيه 0. يبقى إذن سالب 3 ألف يساوي موجب إيه 6. اقسم على سالب 3 يبقى الألف بتساوي 6 على سالب 3 يعني هيساوي سالب 2 يعني هتساوي سالب 2 يبقى الإجابة نمرة باء. طيب نيجي نشوف السؤال 14 ملغي. السؤال 15 بيقول لي إذا كان عندنا مصفوفة ألف على الصورة دي 2 يعني صفين في 3 أعمدة فعايزين 2 ألف مد يبقى أنا لازم أجيب الألف مد الأول. يعني إيه أجيب ألف مد؟ يعني أخلي الصف أكتبه عمود أكتب الصف عمود. يبقى إحنا هتكون إيه في الصورة إزاي؟ يبقى إذا نقول له ألف مد هتساوي ألف مادة هتساوي 2 3 سالب 1 طالما مكتوبين صف نعمله احنا ايه نكتبه احنا عمود بهذا الشكل والصف الثاني نعمله عمود يبقى 4 سالب كام؟ سالب 7 و 6. جبنا كده ألف مادة. هو محتاج ايه؟ احنا محتاجين 2 ألف مادة. يبقى احنا محتاجين 2 ألف مادة. عشان اجيب 2 ألف مادة يبقى انا اضرب 2 في كل رقم من اللي قدام. الاثنين دي تبقى 4 8 2 في 3 ب 6 2 في سالب 7 بسالب 14 2 في سالب 1 بسالب 2 2 في 6 ب 12. يبقى هي دي المصفوفة المطلوبة. يبقى نختار الإجابة هتكون الإجابة نمرة ج. الإجابة نمرة ج يبقى احنا نختار ج. يبقى هنا الإجابة نختار له إجابة نمرة ج. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده جايبها لي في جايب لي متجه في الصورة القطبية. إذا كان السؤال 16 في النموذج الأول صفحة 87 في كراسة المعاصر. طيب بيقول لي إذا كان المتجه ألف هو عبارة عن 5 و5 باي على 6 فإن المتجه ألف بدلالة متجهي الوحدة الأساسية يعني عايزينها بدلالة سين وصاد. دي صورة قطبية عكس السؤال اللي فات. يبقى نقول له ما احنا نقدر نجيب السينات بتاعتك ان السينات بتساوي 5 جتا 5 باي على 6 يعني هتساوي عاوزين نشوف ال 5 باي على 6 دي بكام. نعملها طبعا 5 في 180 على 6 تمام على 6 في 1 على 6 في 30 يعني ب 150 يعني هتساوي 5 جتا 150 جتا 150 يعني هتساوي الجتا هنا ايه سالبة يعني هتساوي سالب جتا سالب 5 في جتا 30 طبعا جذر 3 على 2. طيب تعال نجيب المركبة الصادية هتساوي
المركبة الصدية بتساوي 5 جا 150، يعني هتساوي 5 جا 150 جا 30 بنص، يبقى في نص، يعني بتساوي 5 على 2. خلاص يبقى نقول له في انت عايزها بدلالة متجهي الوحدة الاساسي، يعني هنقول له خلاص بتساوي اذا المتجه الف ده هيساوي سالب 5 جذر 3 على 2 في اتجاه السينات، ماشي، زائد 5 على 2 في اتجاه الصادات. يبقى اذا حولنا كده المتجه من الصورة القطبية الى الصورة الأساسية بدلالة متجهي الوحدة الأساسي، يبقى نختار له الإجابة جيم، يبقى هي الإجابة إيه؟ جيم. طيب تعال نشوف السؤال 17، جايب لي اختصر في أبسط صورة، جايب لي جا سين جا تسين ظا، هنستبدل الظا احنا عارفين ان هي بتساوي جا سين على جا تسين، زائد جا سين سيبها زي ما هي، جا تسين سيبها زي ما هي برضو، جتا سين نشيل الزطا ونعملها ايه، جتا على جا، جتا سين على جا سين، كل ده البسط على هو جايب لي جا سين كا سين، سيبها الوقت جا سين كا سين. طب دي هتساوي ايه؟ تعال نشوف البسط، هنا جتا سين هتروح مع جتا سين، هتبقى جا سين في جا سين، جا سين في جا سين يدي جا تربيع سين، هنا الجا هتروح مع الجا يبقى جتا تربيع، يبقى زائد بسط جتا تربيع سين، مقام سيبوا الوقت 2 جا سين كا سين. احنا عارفين ديت متطابقه شهيره في حساب المثلثات فبتساوي 1، يبقى 1 على 2 جا سين في كا سين. طيب هو عايز ايه؟ نشوف هنا هو عايزها بدلاله ايه. طيب تعالى نستبدل الكا دي، تعالى نستبدل الكا، مفيش اتنين، يبقى اذا الكا دي هي مقلوب ايه؟ الكا دي مقلوب الجتا، يعني بتساوي جتا سين على جا سين، جتا سين على جا سين يعني هتدي زطا، يعني بتساوي زطا ايه؟ سين، يبقى الاجابة هي زطا سين، ودي نختار الاجابة نمرة الف، نختار الاجابة نمرة الف. السؤال اللي بعده 18 سالة، عايزين قيمة سين التي تحقق المعادلة دي، جايب لي ايه في السؤال 18؟ 5 جا سين يساوي 12 جتا سين، حيث سين في من ربع من زيرو لباي. طيب ما احنا عارفين ان نقسم الجا على الجتا، الجا على الجتا يبقى مقسم جا سين على جتا سين هيساوي مرجعش فاضي، يعني 12 على ايه؟ على 5. الجا على الجتا دي معروف ان هي عبارة عن ايه؟ ظا سين، يبقى ظا سين بتساوي 12 على 5، فاحنا عايزين لو هو عاوز السين، طبعا هو عايز السين، يبقى نعمل شيفت ايه؟ نعمل شيفت تان 12 على 5، وهتكون طبعا ناخد له الاشارة الموجبة عشان هو عاوزها من صفر لباي، من صفر لباي، تمام. اي يبقى اذا هتكون زاويه حاده، يبقى هي عباره عن الاجابه نمره د، الاجابه نمره ايه؟ د. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان ا ه متوسط في مثلث، ا ه متوسط في مثلث، يبقى نرسم مثلث بهذا الشكل، ادي ا ب ج مثلث اسمه ا ب ج، وعندي ال ه متوسط، يبقى ادي ال ه متوسط، ادي ال ه متوسط، وكانت م هي نقطه تقاطع متوسطات المثلث، يبقى نقطه م اهي، نقطه م بهذا الشكل هي نقطه تقاطع المتوسطات اللي بتقسم بنسبه ايه؟ 1 الى 2 من ناحيه القاعده. طيب عطيلي النقطه الف، عطيلي النقطه الف، بيقول لي ان نقطه الف هي عباره عن 5 وايه؟ و4، ونقطه م ده اهي، نقطه م ده اهي عطاها لي ب 7 و8، ب 7 وايه؟ و8. فاحنا عايزين نجيب ا ه، عايزين نجيب ا ه دي كله، عشان اجيب ا ه كلها يبقى انا اجيب ا م الاول، تعال نجيب ا م الاول. طب ما احنا عارفين ان ا م هي عباره عن ايه؟ ا م بتساوي النهايه ناقص البدايه، يعني ايه بتساوي النهايه ناقص البدايه؟ يعني بتساوي النقطة التانية ناقص النقطة الأولى، يعني 7 ناقص 5 هتدينا كام؟ 2، 8 ناقص 4 هتدينا 4، كده أنا جبت مين؟ جبت مين؟ أ م، جبت أ م. طب هو عايز يجيب أ ه، أ ه، طب إيه علاقة أ ه بأ م؟
نقول له ان احنا عارفين ان الالف هاء من يعني من تاني اعدادي حتى ان هي عبارة عن الف هاء. الف هاء دي قد دي مرتين، الف ميم سوري الف ميم قد ميم هاء مرتين، يبقى الف هاء قد الف ميم قد الف ميم مرة ونص، مرة ونص يعني كأنها 3 على 2، 3 على 2 المتجه اللي احنا جبناه 2 وايه 2 و4، يعني تطلع بكام؟ يعني اضرب 3 في 2 او ال2 دي تختصر مع دي، يبقى عبارة عن 3 في ضرب 1 و2، يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 و6، عبارة عن 3 و6، يبقى هي الإجابة، الإجابة نمرة ج. شوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي جايب لي هنا اذا كان هذا المحدد بخمسة وكان د ناقص ج بسبعة فان قيمة هذا المحدد يساوي كام؟ انا دلوقتي في السؤال نمرة 20. طيب انت طالما جايب لي المحدد بخمسة تعالى نفك المحدد، يبقى حاصل ضرب ا د ناقص ب ج، يبقى نقول له ا د ناقص ب ج بيساوي خمسة، اعمل دي المعادلة رقم واحد. تعالى نشوف انت جايب لي معادلة تانية اهي، انت جايب لي معادلة معلومة تانية بتقول لي ان د ناقص الجيم بتساوي ايه؟ سبعة، المعادلة رقم اتنين. طيب فإن قيمة هذا المحدد بكام؟ طب تعالى بقى معانا نفك هذا المحدد ونشوف هيساوي كام. هنضرب ألف، هنضرب الدال في ألف زائد اتنين، ونضرب الجيم في ب زائد الدال، يعني هتساوي ايه؟ يعني هتساوي دال في ألف زائد اتنين ناقص جيم في ب زائد اتنين، الكلام ده يساوي ايه؟ تعالى نضرب ضيف دي وضيف دي، يبقى دال في ألف بدال ألف زائد دال في اتنين باتنين دال ناقص جيم في ب بناقص جيم ب ناقص كمان اتنين جيم ناقص اتنين ايه جيم. تعالى نشوف ده ايه علاقته بالمعطى اللي هو جايبه لي. طب هو جايب لي هنا ان كل، جايب لي هنا جايب لي هنا ان ألف دال، ألف دال اهي، ألف دال، طيب ألف دال ناقص ب جيم، ألف دال ناقص ب جيم، طيب ألف دال ناقص ب جيم ده هم الأولى مع دي، الأولى مع دي ناخدهم جنب بعض، يبقى هنا دال ألف ناقص جيم باء ناخدهم مع بعض، وجايب لي كمان هنا اتنين دال وهنا اتنين، يبقى زائد اتنين دال ناقص ناقص ايه؟ اتنين جيم. طيب أنت جايب لي دول بكام؟ جايب لي دول بخمسة زائد، تعالى ناخد من دي اتنين مشترك، يتبقى لنا دال ناقص الجيم، دال ناقص الجيم يعني هيساوي خمسة زائد اتنين ضرب دال ناقص جيم بسبعة، يعني هيساوي خمسة زائد اتنين في سبعة باربعتاشر، يعني هيساوي تسعتاشر، يعني هيساوي تسعتاشر، يبقى الإجابة نمرة دال، يبقى الإجابة نمرة دال. طيب الحل العام، الحل العام في السؤال 21 جايب لي ظا، جايب لي ظا ايه؟ خمسة سين على ظا 90 زائد 4 س، الكلام ده بيساوي سالب 1، فعايزين الحل العام حيث ن بتنتمي لصاد. طيب تعال نشوف هنا ده عاوزين الحل العام، طيب تعال نشوف نسيب الظا البسط زي ما هي دلوقتي، يبقى عباره عن ظا 5 س مقام هنا في تأتاء عشان 90، يبقى الظا، ظا 90 زائد جزء يعني ربع ايه؟ ربع تاني، الربع التاني الظا سالبه، الظا سالبه وفي تأتاء الظا تتقلب ظا، يبقى عباره عن ظا وتاخد منها الزاويه بيساوي سالب ايه؟ 1، طرفين في وسطين، اذا ظا 5 س سالب في سالب بموجب يعني هيساوي ظا 4 س، ماشي. لما الاقي ظا 5 س يساوي ظا 4 س قلنا كنا بنسحبهم كده ونساويهم بمين؟ بال90، يبقى اذا عباره عن 5 س زائد 4 ايه س، يعني يدي 9 ايه س يساوي كام؟ 90، اقسم على 9 في الطرفين، اذا الس بتساوي ايه؟ 10، اذا الس بتساوي 10. لكن طالما قال لك الحل العام، الحل العام في الحالة دي يبقى لازم تقول له ان اذا سيتا دي او سين، او سين هتساوي في الحل العام هتساوي 10 زائد نون باي، بتزود نون باي بس، غالبا ما بحب دي بعشرة بالتقدير الستيني، يبقى ممكن تضربها في باي وتقسم على ايه؟ على 180، يعني ممكن تساوي، هو قايل لي هنا باي كام؟ مش هتطلعها قيود، مش هتطلعها ايه؟ قيود، مش هتطلعها قيود. طيب يبقى اذا بتساوي 10 زائد نون في باي، طيب
يبقى إذن عبارة عن 10 زائد نون باي بهذا الشكل. يبقى ده يسمى الحل العام، الحل العام للمعادلة. يبقى هي الإجابة نمرة دال، الإجابة نمرة إيه؟ نمرة ب. الإجابة نمرة ب، هنختار الإجابة نمرة ب. طيب نيجي نشوف في السؤال نمرة 22، جايب لي محدد بهذا الشكل على الصورة المثلثية. احنا قلنا لما الاقي اي محدد على الصورة المثلثية قيمته بتساوي ايه؟ قيمته بتساوي حاصل ضرب القطر الرئيسي، يعني هضرب الثلاث قيم دول في بعض قطر الرئيسي واساويهم به واساويهم بده. يعني ايه؟ تعالى نضرب الف جا س، هنضرب الف جا س، يعني تبقى الف جا س في الف جتا س في ألف ظا س. الكلام ده بساوي ايه؟ الكلام ده بساوي سالب ألف أس 3 جتا تربيع س زائد 8. طيب تعالى بقى نشوف دي ألف في ألف في ألف هيدي ألف أس 3، هنا جا س وهنا في ظا، هنشيل الظا دي ونستبدلها بإيه؟ نستبدلها بجا على جتا، بجا على جتا، فالجتا تختصر مع جتا يتبقى جا تربيع، يبقى جا تربيع ايه؟ س يساوي، خلاص خلصنا الطرف الأيمن، يساوي ألف تكعيب جتا تربيع س زائد 8. تعال نودي دي هناك الجهة التانية بإشارة مخالفة، يبقى هنودي دي الجهة التانية بإشارة مخالفة وناخد الألف تكعيب عامل مشترك بالمرة، هيتبقى لنا جتا تربيع س زائد جتا تربيع ايه؟ س. الكلام ده مازال بيساوي ايه؟ 8. طب ما احنا عارفين ان دي أشهر متطابقة بواحد، ده بواحد، يبقى إذن الألف تكعيب يساوي ايه؟ 8. إذن الألف تكعيب يساوي 2 تكعيب، إذن أس يساوي أس، إذن الألف بتساوي موجب ايه؟ 2. يبقى الألف بتساوي موجب 2، يبقى الإجابة نمرة دال. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال 23 بيقول لي النقطة التي تنتمج لا ملغي، السؤال 23 ملغي. السؤال 24، السؤال 24 بيقول لك عندنا مصفوفة لما نضربها في 2 ونجمعها على دي يدي المصفوفة الصفرية. طيب معنى كده ان في هنا 2، نخليها كده مثلا، يعني 2 في مصفوفة هنا ولتكن ألف ب ج د مثلا زائد أرقام اهي سالب 2 سالب 2 4 وصفر، الكلام ده بيديني مصفوفة الصفرية. طب في الحالة دي ايه؟ في الحالة دي ان اذا ده سالب كام؟ ده سالب كام؟ ده سالب 2، يبقى انا عايز دول دهم يبقوا 2 علشان يبقى المعكوس الجمعي، يبقى معنى كده ان الالف بواحد، يبقى احنا كده جبنا الالف بايه؟ بواحد. بالمثل دي سالب 2 يبقى برضو هتطلع دي بايه؟ بواحد. تمام. طيب تعال نشوف دي 4، لما دي 4 يبقى انا محتاج 2 جنب 4، 2 جنب 4 بتساوي 4، يبقى الجيم بتساوي كام؟ 2، ده برضو هيساوي صفر، يبقى الدال هتطلع بتساوي ايه؟ صفر. يبقى اذا دي سالب ايه؟ دي ب 4، فانا عايزها بسالب 4، انا عايزها بسالب 4 علشان تتصفر معايا، يبقى اذا هنختار له الاجابه ايه؟ دال. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان المتجه الف، اذا كان المتجه الف، سؤال 25، انا كده دلوقتي في السؤال 25. اذا كان المتجه الف يساوي كاف واتنين والمتجه ب عباره عن 2 وسالب 1، هو كاتبها لي 2 س ناقص ص، انا خدت منها شلت السين والصاد وعملتها ايه؟ كزوج مرتب. وكان الف عمودي على الباء فان الب بكامل. طيب بما ان الالف عمودي على الباء اذا حاصل ضرب الميل ده في ضرب الميل ده يساوي سالب 1. طيب يعني الميل بجيبه ازاي؟ المركبه الاحداث الثانيه على الاول، الاحداث الثانيه على الايه؟ الاول. طب ما احنا عارفين ان ميم 1 ضرب ميم 2 لازم يساوي سالب ايه؟ 1 في حاله التعامد. طيب الميل الاولاني ب 2 على كاف، يبقى 2 على كاف في الميل الثاني سالب 1 على 2، سالب 1 على 2، الكلام ده اصلا بيساوي سالب 1، الاشاره هتروح مع الاشاره عموما والاثنين هتروح مع الاثنين، يبقى اصبح بسط عباره عن 1 على كاف يساوي موجب 1 طرفين وسطين، يبقى اذا الكاف بتساوي موجب ايه؟ 1. يبقى الكاف بتساوي موجب 1، يبقى الاجابه نمره الف. طيب نيجي نشوف السؤال 26 ملغي، السؤال 27
السؤال 27 جايب لي هنا محدد مضروب في مصفوفة زائد اي يساوي مصفوفة وعليها مدور. طيب في الحالة دي يبقى احنا محتاجين نجيب قيمة المحدد 3 في 0 بصفر ناقص 1، يبقى 0 ناقص 1 بيضرب كده قطر رئيسي ناقص الغير رئيسي، يبقى كده 0 ناقص 1 يعني هيدي كام؟ يدي سالب 1. في المصفوفة دي عبارة عن ايه؟ سين 2 صاد وصفر وعين، اجمع عليهم مصفوفة الوحدة. احنا عارفين المصفوفة الوحدة عبارة عن 1 1 0 ايه؟ 0 1. طيب الكلام ده بيساوي مدور دي، تعال ندورها، يبقى بتساوي هنخلي الصف نكتب الصف 3 0 كده نعمله عمود 3 0، والواحد 2 صف نعملها عمود. خلاص بقت معادلة عادية جدا مفيش فيها اي مشكلة. تعال نضرب السالب 1 في القيمتين دول، هنضرب السالب 1 في الاربع قيم بتاع عناصر المصفوفة، يعني هتبقى ايه؟ يعني هتبقى سالب س وسالب 2 ص وصفر وسالب ايه؟ عين. بنجمع عليها الواحد والصفر والصفر والواحد ونساوي الناتج بمين؟ ب 3 1 0 2. طيب في الحالة دي يبقى اصبح السالب، بص السالب س هنعملها معادلة، سالب س زائد الواحد يساوي كام؟ 3. يبقى اذا السالب س يساوي موجب 2، اذا الس بتساوي سالب 2. طيب بالمثل ناخد دي مع التانية ونساويها مع العنصر التاني، يعني سالب 2 ص زائد 0 يعني خلاص بيساوي 1، يبقى اذا الصاد بتساوي 1 على سالب 2، يعني 1 على سالب 2 كده جبنا الصاد. بالمثل نجيب العين، يبقى سالب عين زائد الواحد يساوي موجب 2، يبقى سالب عين يساوي موجب 1، يبقى العين بتساوي سالب 1. يبقى انا جبت له السين والصاد والعين، هو عاوزهم ايه؟ عايز ضربهم في بعض، عايز ضربهم في بعض، نضربهم بقى في بعض وايه ونقول له احنا محتاجين السين ضرب صاد ضرب عين، يعني هيساوي سالب 2 ضرب 1 على سالب 2 ضرب السالب 1. طيب السالب 2 مع سالب 2 يعني النتيجة هتطلع بسالب 1، يبقى الإجابة نمرة باء. طيب نختار نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده طول العمود، طول العمود ده محذوف، مساحة القطعة الدائرية محذوفة، مساحة الشكل الرباعي برضو محذوف. إذا السؤال 6 وإيه؟ السؤال 31. السؤال 31 بيقول لي إذا كانت ب و ج نقطتين وكانت أ بتقسم وكانت أ بتقسم وكانت أ تقع في ثلث المسافة بين ب و ج، يبقى إحنا هنحط هنا دي باء ونحط هنا دي إيه؟ نحط هنا إيه؟ ج، يبقى دي الباء ودي الجيم. الألف في ثلث المسافة، الألف هنا في ثلث، في ثلث المسافة يعني لو كانت دي كلها 3 يبقى أصبح دي بتتقسم بنسبة 1 ودي نسبة كام؟ 2، لأن هو قايل لي في ثلث المسافة من ب إلى ج، من ب إلى ج. في الحالة دي فإن إحداثي نقطة ألف. طيب تعالى نكتب هنا نقطة ب اللي هي عبارة عن 0 وكام؟ و3. تعالى نقطة ج عبارة عن 3 وإيه؟ و0. فإن إحداثي نقطة ألف هتكون إيه؟ طب إحنا عارفين إن بنجيب نقطة ألف نقطة التنصيف، إحنا قلنا لو دي كانت البداية ودي كانت النهاية، هو قايل كده، هو قايل وكانت ألف تقع في ثلث المسافة من ب إلى ج. طيب تعالى بقى نشوف فإن إحداثي نقطة ألف، إحنا عارفين إن نقطة ألف دي هتساوي إيه؟ إحداثي نقطة ألف اللي هي السين والصاد بتاعتها هتساوي إيه؟ شرط الكسر بهذا الشكل بتساوي النقطة النسبة البعيدة في النقطة القريبة، يعني ايه الكلام ده؟ يعني عبارة عن 2 في 0 وايه؟ و3 زائد 1 في النقطة البعيدة، 1 في النقطة البعيدة اللي هي 3 وايه؟ و0، 3 وايه؟ و0. فإن عاوزين نجيب بقى على مجموع النسبتين، احنا قلنا اللي هي على كام؟ على 3، يعني ده هتساوي، تعالى نعملها واحدة واحدة، ده شرط الكسر 2 في 0، هنضرب الاثنين في الزوج المرتب ده كله يبقى 0 و6، زائد هنضرب الواحد في الزوج ده المرتب ده كله يبقى هتطلع برضو 3 وايه؟ و0 كلا على 3، يعني هتساوي هنجمع السينات مع السينات والصادات مع الصادات، يعني هتبقى كام؟ 0 و3 3، 6 و0 ب6 على 3، يبقى نقسم على 3 على 3 مع ال 3 دي يبقى هتديني 1 وايه؟ و2، يبقى النقطة إحداثياتها واحد واثنين، يبقى تختار الإجابة ألف، يبقى الإجابة إيه؟ ألف. تعال نشوف السؤال نمرة 32 بيقول لي إيه؟
بيقول لي إذا كان معيار 2 كاف ألف، معيار 2 كاف في المتجه ألف يساوي معيار سالب 2 المتجه ألف حيث ألف لا تساوي الواو فأوجد الكاف. طيب سهلا مفيش فيها مشكلة، يبقى دي معيار أي ثابت كأنه معياره أو قيمة مطلقة عادي دي أو دي، يبقى 2 كاف في معيار المتجه ألف يساوي برضو نفس الكلام معيار دي يعني قيمة مطلقة ليها برضو نفس الكلام في معيار المتجه ألف. طيب المعيار المتجه ألف هيروح مع ده، يبقى أصبا صفة على إيه؟ يبقى إذن 2 كاف يساوي القيمة المطلقة لسالب 2 بموجب 2، بس ما ننساش إن في قيمة إيه مطلقة. طيب لما يكون في قيمة مطلقة بهذا الشكل يبقى إذن 2 كاف يساوي لما أشيل القيمة المطلقة يعني ممكن يكون موجب وسالب إيه 2، يعني الكاف هتساوي موجب وسالب إيه 1. كاف هتساوي موجب لازم قيمة مطلقة لازم أو جذر تربيعي لازم تقول أو مقياس بعد كده لازم تقول موجب وإيه وسالب. طيب يبقى الإجابة احنا قلنا الإجابة موجب وسالب 1 يبقى الإجابة نمرة ج. طيب السؤال 33 غير مكرر، تعال نشوف السؤال 34. السؤال 34 بيقول لي لو أنا قايل لك أهو أدى المتجه أ ب زائد المتجه ب ج زائد المتجه ج د. طب احنا جمع عادي جدا، احنا قلنا في حالة لما يكون متجهين نهاية متجه زائد بداية متجه يبقى النتيجة هي على طول، يبقى ده هيديني أ ج زائد ج د. برضو لما تلاقي النهاية هي مع البداية يبقى النتيجة هي على طول، يبقى إذا هيساوي أ د، يبقى بس النتيجة النهائية أ د، يبقى نختار الإجابة نمرة د. طيب تعال نشوف السؤال 35 بيقول لي النسبة التي يقسم بها محور السينات القطعة الموجهة به ألف. طيب به ألف حيث أدم. طيب به ألف لو احنا عملنا كده أدي المحاور بهذا الشكل وده به ألف وده به ايه ألف، هنحط نضع به ألف نضع به مثلا بخمسة وست. طيب مش هنمشي، طب نرسمها احسن عشان ما تكونش يعني متعارضة مع الرسمة كنا عاملينها. تعال نشوف بهذا الشكل ده المحاور 5 و6 يبقى هنا تقريبا 5 و6 يبقى دي نسميها باء، ثم 3 و2 ثم 3 و2 بهذا الشكل. تعال نعملها كده، يبقى دي النقطة باء ودي النقطة ايه الف، دي النقطة باء ودي النقطة ايه الف. طيب هو الباء هنعتبرها هي النقطة الاولى يبقى نعتبرها كام 5 و6، والنقطة الف هنعتبرها هي النقطة كام وطالي 3 و2. طيب خلاص طالما احنا عاوزين نجيب نقطة تقاطعها مع محور السينات، احنا عارفين ان اي نقطة على محور السينات هنا بتكون عبارة عن سين وايه وصفر، وانا كنت حليت فيديو كامل على تقسيم القطعة المستقيمة، عملت فيديو كامل على تقسيم القطعة المستقيمة بالتفصيل. طيب يبقى اذا النقطة سين وصاد وسين وصفر النقطة اللي على محور السينات دي ماشي، انا قلت ان النقطة ب هي البداية، النقطة ب هي البداية، طالما هي البداية دي يبقى نحط النقطة البعيدة عنها هنخليها ايه لام 2، والقريبة يبقى دي نسبة التقسيم لام 1، يعني دي هتساوي ايه شرطة كسر كبيرة عبارة عن لام 1 في النقطة البعيدة بالنسبة لنا اللي هي تعتبر ألف زائد لام 2 في النقطة القريبة اللي هي تعتبر ايه باء على مجموع لام 1 زائد لام ايه 2. طيب تعال نشوف بقى هناخد الاحداث الصفر احسن، الاحداث الصفر احسن، يعني اذا نقول له صفر تساوي شرط الكسر لام 1 في الاحداث الصاد الالف في 3 زائد لام 2 في لام، احنا قلنا ب هي البداية، ب هي البداية تمام، يبقى اذا لام 1 في الاحداثي الصادي، لام 1 احنا قلنا لام 1 في الاحداث احنا قلنا دي البداية، ب هي البداية، طالما ب البداية يبقى احنا حطينا دي لام 1 ودي بالنسبة لها لام 2، ده بالنسبة لها لام 2،
يبقى لام واحد زائد ايه؟ لام اتنين في الاحداثي الصادي اللي هو كام؟ ستة، على مجموع اللامين، على مجموع اللامين. يعني طبعا هنا بسط على مقام يساوي صفر، يبقى اما البسط بصفر او لازم يكون البسط بصفر. يعني ايه؟ يعني تلاتة لام واحد زائد ستة لام اتنين هيساوي صفر. طيب في الحالة دي يبقى اذا تلاتة لام واحد يساوي سالب ستة لام اتنين، نقسم على التلاتة، يبقى اذا لام واحد يساوي سالب اتنين لام اتنين. طب احنا عاوزين ايه الوقت؟ عايزين لام اتنين على لام واحد، يبقى لام اتنين على لام واحد بيساوي واحد على سالب اتنين، واحد على سالب ايه؟ اتنين، واحد على سالب اتنين. طيب نيجي نشوفها. احنا قلنا الاحداثي الصادي، الاحداثي الصادي دي اتنين، الاحداثي الصادي لألف، الاحداثي الصادي لألف باتنين، ده اتنين، دي اتنين، تمام. الاحداثي الصادي يبقى دي اتنين، دي اتنين، ماشي. قسمنا على اتنين يبقى دي تلاتة، قسمنا يبقى دي سالب تلاتة. يبقى اذا لام اتنين على لام واحد بيساوي واحد على سالب تلاتة. الاشارة ده هي بس الاشارة بتدل على انه تقسيم من الخارج، ولكن هي النسبة عبارة عن هتكون تلاتة الى واحد. يبقى هي الاجابة نمرة ايه؟ نمرة دال، الاجابة نمرة دال. طيب تعال نشوف في المسألة اللي بعد كده نمرة ستة وتلاتين. السؤال نمرة ستة وتلاتين، السؤال 36 بيقول لي جايب لي هنا مصفوفة 4 3 0 1 وعايز يجيب ألف أس 60. طب مش معقول هضرب بالمصفوفة في نفسها 60 مرة، يبقى احنا عاوزين نعمل بس ايه نظام كده، نضرب الألف تربيع الأول كده ونشوف ايه السيريال بتاعها ماشي ازاي. يبقى الألف تربيع عبارة عن مصفوفة ضرب نفسه، يعني 4 و 3 0 و 1 هنضربها في 4 و 3 0 و 1. تعال نضرب الصف في العمود، نضرب الصف في العمود. لما اضرب الصف في العمود يبقى هيديني مصفوفة كبيرة بهذا الشكل، عشان نعرف نحسبها هيندي 4 في 4 ب 16، 0 يبقى 16. العنصر الثاني ده عبارة عن صف اول، يعني 4 في 0، 4 في 0 بصفر يعني 0، تمام تمام. تعال نشوف اللي بعدها، 3 في 4 ب 12، 12 و1 في 3 ب 3، يبقى 12 و3 هيدي كام؟ 12 و3، طب نراجعها تاني، هي 3 برضو 3. يبقى اذا 3 في 4 ب 12، 12 زائد 3 يعني 15. تعال نقول 3 في 0 ب 0 زائد 1، زائد 1 ده كده شكلها. طيب نراجع تاني، نراجع تاني نراجع تاني. يبقى دي عبارة عن الالف باربعة وتلاتة وسالب اربعة، وسالب اربعة، وسالب اربعة، وسالب اربعة. طيب تعالى نراجعها تاني، طيب نراجعها تاني، اربعة في اربعة بستاشر وصفر، بعد كده 4 في 0 ب 0 وده ب 0 مظبوطة. 3 في 4 ب 12، 12 و 12 وسالب 12 يبقى ده 0، يبقى ده 0. وبعد كده 3 في 0 ب 0 وهنا سالب 16 يعني هتبقى موجب 16، يعني كأنها بتساوي ايه؟ يعني كأنها بتساوي 16 0 0 16. تعالى ناخد من هنا ال 16 عامل مشترك، ال 16 عامل مشترك هيتبقى لنا 1 1 0 0. طب مين 1 1 0 0 دي؟ يعني الاي، يعني الاي بس هو ايه مش مطلعها، هو بدلاله الاي عايزينها زي ما هي كده. طب انت يا 16 انت عباره عن 2 اس كام؟ 2 اس 4، 2 اس 4 في نفس المصفوفه 1 1 0 بهذا الشكل، بهذا الشكل. يبقى اذا التربيع بيدينا 4، التربيع بيديني ايه؟ 4. طيب في الحالة دي تعالى بقى يبقى احنا عاوزين نجيب ايه؟ يبقى كل الف تربيع بيديني 2 اس 4، يبقى انا لما انا عاوز اوصل بقى لدي اس اس عشان يديني ايه؟ عشان يديني 60، يبقى انا محتاج ارفعها الاس كام؟ 30. يبقى عبارة عن 2 اس 4 كل اس 30،
في المصفوفة 1001. طيب يبقى قص القص يتضرب يبقى 2 قس 120 في 1001 يبقى خلصت على كده. يبقى نختار له الإجابة د. يبقى نختار الإجابة د. طيب نيجي نشوف السؤال 37 ملغي، 38 ملغي، 39. نشوف السؤال 39. السؤال 39 بالشكل ده جايب لي شبه منحرف، شبه منحرف بهذا الشكل. شبه المنحرف لازم ايه، حط نفسك فيه دايما اتجاه، عود نفسك تقوم خد فيه اتجاه واحد على طول بهذا الشكل. طيب وكان عاطلنا ان الالف دال زائد البه جام زائد البه جيم بقيمة. طب ما الالف دال زائد البه جيم ما هو معروف ان القاعدة المتوسطة. طيب احنا عارفين ان القاعدة المتوسطة اللي هي سين صاد، احنا عارفين ان سين صاد هتساوي ايه، سين صاد احنا عارفين ان السين صاد هتساوي، عارفين ان السين صاد دي بتساوي مجموع القاعدتين على 2، يعني بتساوي الف دال زائد ب ج كلا على 2، كلا على ايه، 2 طرفين في وسطين. يبقى اذا الالف دال دي زائد الب ج دي بتساوي 2 سين صاد، بتساوي 2 ايه سين صاد. تتعامل مع اعداد بهذا الشكل في التطبيقات دي هي لو زي ما انت تحط ايه متجهات. اعمل دي المعادله رقم 1. هو بيقول لي بقى ان الف زائد الدال معطى، الف دال زائد ب ج، الف دال زائد ب ج انا اعطيهولك معطى بكاف صاد س. يعني اشيل الطرف ده اهو، اشيل الطرف دي واقول له كاف صاد س يساوي ايه، يساوي 2 س صاد. طيب ما ده هو ده نفسه بس متغير فيه الاتجاه، يبقى ده يساوي ده ولكن باشاره مختلفه، يبقى نحط له سالب. يبقى اذا الكاف هتساوي سالب 2، يبقى الكاف هتساوي سالب 2، يبقى الاجابه نمره باء. طيب نشوف اخر سؤال. اخر سؤال جايب لي سرعه نسبيه. بيقول لي اذا كان عين الف ب 70، بيقول لي عين الف هنا بيساوي 70 وكان عين باء بتساوي سالب 20، سالب 20 في الاتجاه ي، فان عين الف باء. طب عين الف باء ده عباره عن ايه؟ عين الف باء ده سرعه نسبيه، انا عايز عين الف باء. انا قلت قبل كده لما يكون عين الف باء يبقى الرمز الاول ناقص الرمز الثاني، سرعه الاول ناقص سرعه الثاني. طب في الحاله دي تعال نعوض تعويض مباشر، عين الف بكام؟ عين الف ب 70 سالب بتاع القاعده اللي عطى لي، واعطي لي دي بسالب 20، يعني هتساوي 70 سالب في سالب بموجب 20، يعني هتساوي 90 ايه 90، وهو جايب لنا الياه الاتجاه، يعني اذا النتيجه بايه ب 90، وكده يكون الاجابه نمره د. ابناء الطلبه والطالبات كده ان شاء الله نكون خلصت النموذج الاول، وبحاول بكون بحل بريتم سريع شويه عشان وقت الفيديو بس ما يطولش. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، وما كنتش مشترك في القناه اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. حاول تحل النموذج تاني لوحدك، ولو وقفت عليك حاجه ارجع شوف الفيديو تاني، وان شاء الله ربنا يبسطها عليك بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صالح عبد العال.